سلام، معكم هبه. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم مجددا في لاشين ديالنا ذا اي فاملي دي زيد دون اون نوفيل فيديو. راني حنوري لكم فيها كيما شفتوا في لو تيتغ كيفاش ماما تخدم ديول، دونك الوصفه التقليديه ولا الوصفه الاصليه تاع ديول قبل ما يخرجوا هادو تاع المقله وتاع الكسكاس وكامل كانوا غير هاد ديول تاع سنيوه تاع النحاس. دونك حنا والفنا ماما ملي كنا صغار تعرف تخدمهم وخالاتي وكامل، قلت نبارطاجي معكم الوصفه هذه بيتيتغ كو تفيد بنات منكم. دونك نبداو لا فيديو بلا ما نطولوا بزاف. الوغ كيما راكو تشوفو هنايا نحتاجو السمد، الزيت، الملح، الماء وشويه فرينة. هذا واش نحتاجو في هذه الوصفه، ودوك تبدا توريكم بشويه بشويه كيفاش تخدموها. ديرو زوج كيلات كيما هادو دقيق، هاد الطاس هذايا كيلات به زوج دقيق ونص، والنص ديالو راح ديرو فرينة. هاوليك ابخي قدمن النص تاعو راح ديرو فرينة. دوك تزيد الفرينة لداخل، فوالا ابوبخي هكدا النص تاعها. هادي هي الوصفة التقليدية. ديرو شوية ملح، وريلهم ابوبخي شحال في يدك. ونضموه بالماء. هادي لا فغي غوسيط تاع الديول ياك، هادي هي هادي تاع يما الله يرحمها وما غوميغ الله يرحمهم. هادو هما كانوا هكذا يطيبو الديول. حنا ما نديروش يابس بزاف باش نعاودو نجريوه، من الاول نديرو شويه جاري. فوالا دوك هنا ابوكي تشوفو كيفاش يكون شحال زادت له الماء تاعنا. هذيك القرعه كانت معمره، ايه كانت معمره. خلاص من بعد نوريكم شحال بقى فيها باش تعرفوا ابوكي شحال دارت الماء. من بعد تشوفوا الرسم ديالو لا كونستيتيسيون تاعو كيفاش، باسكو لازم يريح بزاف. حنا كنا وجدنا واحد اخر دو كوتي باش يريح. يكون جاري يتلاصق، يكون جاري يديرو شويه نطق. نغطيوه ونخليوه. نخليوه يريح. ما كانت القرعه معمره، هاوليك شحال بقى فيها ابخي. قريب نصها، قريب ماشي نصها، قريب نصها. فوالا بون، حنا كنا درنا واحد ديجا قبل. شحال ريح ماما ابخي؟ صدرتو واحد 4 واحد 4 سوايع هكذاك ريح. ودوك تشوفو كشي ولي سي واسيلهم كي ريح يولي هكذا. هاي اللي كشتو لي العجينه تاعها، هذه هي فيغ ا ميزور. وانا نخدم يزيد نجري 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 بشويه بشويه، نجري بشويه بشويه، نجريهاش كامله انايا. فوالا، والسنيوه لازم تكون سنيوه تاع النحاس. هذه هي السنيوه الاصليه اللي يديروا يخدموا بها الديول، لازم تكون تاع النحاس حمراء هذه. وطابونه انا نستعمل هاد لي بي، هادو ما خدمناهم عند في يخدم الحديد. انا ما نستعملش لا غري، هذه نخدم هذه ونحط فوقها سنيوه هكذا. فوالا دوك نوريها لكم برك باش ما تسخنليش. والنار قلتي والنار تكون خفيفه، ماشي قويه، ماشي باس بزاف، لازم تكون شويه شويه. هذه هي. وداك الاخر اللي مليكه حتعمر، هذا نعمر فيه الماء باش نشمخ يديا وناخذ طرف وندير به. فوالا هذه هي خلاص. فوالا دوكا كي وجدنا العجين واش عندنا طابونه، نوجدوا هادو لي طورشون اللي نحطوهم. وحده نحطوها من تحت ناشفه، والثانيه نشمخوها ونعصروها مليح مليح، تكون شغل من الدوميد. نعصرها مليح مليح باش كي نحطهم هادوك الوريقات
نغطيهم طون زون طون، ندخلهم لداخل ونغطيه. ودوك تشوفوا كيش ندير، ناخذ شويه ماء ونبدا نجري شويه بشويه، انا ما نجريهاش كامل على ضربه، نجريها مغصوب بمغصوب. العشره اللي جامي تعلمتها بونسيه ونتقعها. ما حبيتيش تعلميها؟ ما قدرتش، ماشي ما حبيتش. شويه بشويه نخدموها هكذا شويه، هي لازم توالفوا برك يعني باسكو ما سييناش. وكي يتقاعد العجين يتنعجن وحده، سورتو الا كان العجين شبع دقيق شبع. هلا بسم الله ناخذوا بوتيسيو هكذايا برك، المهم حاجه اللي عندكم شيفون على جاب جوستمون. ناخذ بيو حاجات قنيشات قدام هكذايا، معليش نصفوها هكذايا. ولا حبيتو باش تاكدوا بلي ما تلصق لكمش ديروا لها شويه زيت، شويه برك ونصفوها بلاش. هذه الاولانيه مازال ما سييتهاش، عندي شحال ما خدمت بها. شم خيطها، شم خيطكم، تاخذوا اون بول هنا هكذا. بون حنا كنا سيينا وحده زوج من قبل باسكو يلصقوا، هذا الصوت يفكرني بزاف في صغري. مرحبا حنايا نسمعوا الصوت هذا، تربيت عليهم من خواتاتي ولاو كامل البنات، في خمسه البنات اللي خدموهم، خلاتنا يمات الصنعه كامل لنا الله يحفظنا. وكي نحكموا الموس ما نديروش مين يقطع لوطخ كوتي، باش نديرو هاد لي بداهم هدايا لو كوتي بون تغنجيق فيها وفيه الفتات. فوالا هادي هي الوريقه، وحده ولا زوج اللي فسدوا لنا برك شويه، دوكا يبدا يتسقم وحده وحده. هاي ليك هادي هي الوريقه، نحطوها على الكوتي اللي شغل الحرش، الحرش من تحت كوتي رطب من الفوق. نجوغ نكملو هكذا فوالا، دوك نزيدوها دوزيام. هاي ليك نشوفو نحطو، وما نبطاوش على السنيوه باسكو السنيوه الا سخنت تحرقهم. بعدا هاد لي بتي مورسو لي قعدو سقموهم يدينا، حنا والفناهم نضنا عليهم. انا كي بديت نسيب بداو يحرقوني ما قدرتش، حنا والفنا صايي. فوالا نزيدو نحكمو الموس لو كوتي ماشي لي يقطع الاخر، وما الفتات يكونو في الدار نورمال دايوغ كي تكملو تلقاو الدنيا كاع مع مرض الفتات. انا هايديك الوريقه ولا تقطعت لكم تقدروا تسوديوها نورمال هكذا، ان بتي بوف من العجينه ونورمال تسقي. وتوجور نحطو على وجه واحد، ماشي نديرو وجه منا وجه منا. هاني حنزيد وريقه واحده اخرى هكذا نديرها ليكسبيريونس. كيكونوا هاد القيبات صغيورين نجيبو شويه عجين ونغلقوهم. فوالا مامي الا خصت هنا هذاك المشمخ اللي قلنا لكم عليه باش تحبط، كيكونوا يابسين شغل تخاف يتكسروا سورتو في لي بو تاعهم. انا نجري العجين طرف بطرف، ما نجريهش كامل على ضربه باش كون يسخن يولي جاري ما تقدريش تجرديه. على كل مره نزيد شويه ماء العجينه اللي قطعت عليها، باش بدات صغار نزيد لها شويه ماء وتوليكي معاها ونخلطها معاها. هذه هي، واش رايكم تحل لنا
مهيبة. شن تاع الطياب؟ الموس. الموس يلا زوج منهم يعرفوا القطايف، ما في ولاد فايت، في زوج يعرفوا القطايف. اذا حبيتوا كاش نهار يوروا لكم ما كاش مشكل، يوروا لكم خواتاتي. قلت لكم تغنجيقه فيها فيها دونك نورمال ما تفوش راسكم. صح حاجه بنينه ماشي كيما اللي مشريين، ماشي كيما الاندستريال هذيك الريحه اللي فيهم. هادوما في الدار ماشي كيف كيف، و 1 كيلو يقدر حتى الكو تاعهم ماشي كيف كيف. وي 1 كيلو يقدر يخرج لك ثلاثه اربعه طوازن، تخرج نورمال ثلاثه اربعه ثلاثه اربعه طوازن يكونوا صغيرين هكذا نورمال، حتى بالك كثر كاع دي فوا. طون طون ديرهم شويه ما منا باش ما تيبش العجينه، باش كي قالت لكم يا اخي تبداو بالكور اللي تجريو. فوالا نخدمو طف طف لما تزيدي تخدمي تولي سنيوه خير، شغل اللي ولدتي ولا يخرجوا خير. مام العجينه تولي قد ما تريح تولي شي مليحه، تولي تخدم ما فيهاش مام هذوك لي بول بزاف هذوك. الناس كاينه ما يديرهم بالمغيط حتى الحطب يديرهم هكذايا باش ما يتلحوش سليمه ثاني. نخلوها طيب واحد 30 سكوند ولا ميم با ميم با، المهم طيب مليح تنشف مليح. فوالا ها اوكي تحت هاي درناهم، درنا فوقهم هاد ال هاديك تليقة مشمخة شوية باش هاد العفايس هاد الطرف اللي يابسين هادوما يحبطو، هاهم لي دوكا محبطو خلاص. هاد جيولة صغيرة عشاك فوا تقعد العجينة اللخرا لي غير مع ماما. كيما هادي هاي ليك وحدة صغيرة، كان دايما ندير ثلاثة لازم ثلاثة، بصح خليها تحرق شوية دوكا خلاص باش تجي مفحمة شوية بنينة. هذه هي حبيبتي، هكذا نكونوا لحقنا لافان تاع هاد لا فيديو. دونك الى عجبتكم في خاطر ماما ديروا لي جيم، ابوني في لاشين تاعي وفي الانستغرام تاعي تاني ذا اي فاملي دزات كالعاده، اي بوغ نوفيل فيديو ان شاء الله. باي، نحبكم.